متضامنين في هذه الساعه هذه قدام المحكمه الابتدائيه، وكنظن هو راه كيسمعنا دابا حيت هو داخل في المحكمه، وكنطلب منهم باش يديروا اعاده النظر، ونطلب سيدنا باش يوقف معنا في هذه المحنه هذه. راه وليداتهم متالمين والعائله ديالهم متالمه، والوالده ديالو لحد الساعه راه ما عرفاش بان راه معتقل، راه باقا في السبيطار، والوالد ديالو راجل المسن هو المعين ديالهم الواحد، يعني راه هز جوج عائلات هذا الشخص هذا. فاليوم باش نطالبوا بالصراحه ديال الاب ديالنا، ودرنا وقفه انه ما يكونش ظلم في حق انسان بريء، وتا هو كان ضحيه من ضحايا ديال القطار. تحقيق الاجراء انه ما عرفناش واش كان، يعني تحقيق تم من طرف السلطات ديال السلطات المحليه بالمنطقه، وما كانوش فيه جو بونس ما كانوش فيه الناس المختصين في الميدان اللي عندهم درايه اكثر منهم، وتعملوا بتحقيق كانوا تحقيق ديال حادث السياره وشاحنه وقطار، لكن هذا حادث قطار، ما يمكنش اننا نديروا اي تحقيق، خاص يكون واحد التحقيق مدقق، وخصوصا كانوا فيها ضحايا كثار. الفيديوهات اللي قالوا حنا ما عندنا حتى شي علم حتى شي حاجه يعني صريحه، الا كانوا فيديوهات سمحه، وحنا طالبين بان الفيديوهات يكونوا باش تبان الحقيقه ان السائق مظلوم. والعربي بيت والمسؤول يسون يجار المطلب الرئيسي ديالنا هو اطلاق سراح فوري ديال الزميل ديالنا العربي الريس. واحد، جوج، عدم اسقاط المتابعه ثانيا، وثالثا ان هذا الشيء اللي وقع كامل خصو يخرجوه من القانون الجنائي ويجيبوه قانون الحوادث ديال الشغل. حنا عندنا الهدف ديالنا، حنا كنقابه عندنا هدف واحد، هو خصو يطلقوه يداويوه ويطلقوه ويمشي يقابل ولادو ويقابل خدمته، وشوفوا هادشي اللي كاين القانون ديال حوادث الشغل عنده شنو اشنو طرا به اشنو وقع له. احنا اليوم جينا كنطالبوا باطلاق سراح ديالو وباعاده التحقيقات باش نعرفوا السبب الرئيسي من مورا هذا الحادث، لحقاش راه ما يمكنش ان يدوز التحقيق بهذه السرعه، وتنطلبوا انهم يجيو ناس مختصين، تنقولوها ونعاودوها، بغينا ناس مختصين اللي يجيو يعاودوا لينا التحقيق من جديد ويكشفوا لنا الاسباب من مورا هذا الحادث، وكنطلبوا من المحاكمه تكون عادله وان يتطلق السراح ديالو. Yeah.